عليكم، انا عشان شهاب بكلمكم الفيديو دلوقتي عن الكنترول بقى على الموتورز في الفيرشن موتورز. زي ما احمد سمير قال في الفيديو بتاع الانتروداكشن ان البرنامج بيتكون اللي هو ال 3 دي شيب، يعني بيتكون من مجموعه من الزرايز، كل زراير بيطلع بليجر معين على حسب انا عايزه يعمل ايه. ملحوظه بس، هي انواع البليجرز الموجوده، مثلا انا ممكن اجي على الورلد كده اعمل كليك من تاب، اضيف اي حاجه انا عايزها 3 دي سبرايت، واضيف لايت، اضيف كاميرا، اضيف شيم هاي، اضيف كنترولر، اضيف سيرفيس، اضيف اي حاجه. فمثلا اضيف 3 دي سبرايت، 3 دي سبرايت ده بقى هحط عليه كليك يمين واضيف له بقى ايه البليجرز اللي انا عايزها. ايه انواع البليجرز الموجوده في البرنامج؟ اول حاجه في التاب اللي هي فورس انتر، في عندي ابلاي جلوبال فورس، ابلاي لوكال فورس، ابلاي جلوبال بريك فورس، ابلاي لوكال بريك فورس، وهكذا. في هنا فورس، في هنا تورك، على حسب نوع البريجر اللي انا هحتاجه. في الجديد طبعا، في هنا عندي ريلاتيف، عندي هنا اللي هي الجديد، وعندي هنا الانجل الجديد. في الريسورس ديسبيسمنت ده برضه مجموعة من البريجرز، موف وموف في الاكس، موف في الواي، موف في الزد، وكذلك لوكيت. في التست هنا بتبقى ريد وجيت والحاجات دي تقريبا خاصة بالسنسورز. في البروجيكتز هنا برضه في اكتيفيت وديسيبل كوليجن وست، يعني في كذا برضه بليفرز. في الكود بقى خلينا بس الكود للآخر، خلينا في الاي او دي جينيريك ريد وجينيريك رايت، دي برضه خاصة بالسنسورز. يعني انا عايز اعمل سنسور على حاجة يقرا او سنسور يكتب على الموقع. في اذرز دي بقى خاصة بال اتش ام اي، عايز اعرض على اتش ام اي. في هنا تاب اسمها كود اند سيميوليشن. كود اند سيميوليشن ده لو انا عايز اعمل بيهيفير مش موجود في التابس دي، فانا بختار مثلا ان انا اكتب سكريبت معين. السكريبت دوت مثلا لو اخترت كده اوكي، باجي اكتبه بعد ما اضغط، بعد ما اضيف البيهيفير بيظهر لي كده على اليمين النيم والتايم واللينك والكود. بدخل على الكود واكتب هنا السكريبت الخاص بالكود المعين اللي انا خاص بالبيهيفير المعين اللي انا عايز اضيفه، لو مش موجود يعني في التابس الموجوده في البرنامج ده. اكزامبل بيعرفك ازاي بتكتب الكود، وبيقول لك على الفانكشنز الموجوده طبعا في الاكواد، وعندك هنا لانجوج شيل. تمام، ده اللي بدأ. مش كنت عايز اقولها. نبدا بقى في الكنترول نفسه. دلوقتي بقى عايزين نتحكم في سرعه مثلا الكونفيرتر. الكونفير ده طبعا لو انا عندي في ال 3 دي كذا سترايس موجوده هنا، هتبقى مثلا لما اجي ابني مشروع ولا حاجه فبلاقيها مليانه، فانا بحتار ان السير ده انهي حاجه، فبروح انا بكل سهوله كده دايس عليه فيروح هو ظاهر لي اسمه ومعلمني عليه في ال 3 دي. فمثلا اللينير ده عايز نتحكم في سرعته، فنروح داخلين عليه من الزائد اللي في الجنب دي، الاقيه في رايت جيت وليفت جيت. احنا يهمنا طبعا احنا نتحكم في الموتور كسرعه، فنخش على الكونفير موتور، تلاقي في زائد هنا جنبها، دي مجموعه الليفرز بتاعته. نخش على السبيد، هنلاقي في بروبرتيز ظهرت هنا، هنا يعني ممكن اسم تغيرها، ممكن هنا التايم اللي هو نوع البيهيفير، يعني اللي هو مختارينه هنا ريلاتيف سبيد زي ما انا وضحت في الفيديو انواع البيهيفيرز. واللينك تمام. انا عايز اغير في السرعه، فاروح داخل على الطيب في السبيد اهو. عندي بقى ممكن اخلي الموتور يلف في الاكس، ممكن اخليه يلف في الواي، ممكن اخليه يلف حوالين الزد. فطبعا هو من هنا بيلف حوالين الزد، وهنا مثلا سرعته 1 مللي ثانيه، لو احنا خليناها مثلا من 1000 وعملنا رن هنلاقي ان السرعه كبيره يعني. فانا عاوز اغير السرعه، فهخش على الزد هنا كده واخليها واحد زي ما كانت كده، واشوف السرعه. بص هنا الاقي السرعه ايه ماشي. طب لو انا مثلا خليت الواحد دي خليتها 5 مثلا، الاقي مثلا الاقي في تغير طبعا في السرعه، فتلاقي الصندوق بيجري بسرعه عن الاول اهو. فانا كده ممكن اقدر اتحكم في السرعه زي ما انا عايز للكونفير موتور ده. تمام. ده بالنسبة للتحكم في سرعة الكونفير.
عايزين نلاحظ ان كل بيهيفير لوب بنيجي ندوس عليه غالبا بيظهر له 3 خصائص دول، اسمه والتايب بتاعه واللينك بتاعه. الفيديو الجاي ان شاء الله هنحاول نعرف ايه هو اللينك ده. شكرا كده، وان شاء الله نكمل الفيديوهات دي.